مع حضراتكم واستكمال حلقة نشاط للصحافة المصرية الصادرة غدا 25 يناير. وقبل الفاصل كنا نتحدث عن التاكسي النهري. اليوم السابع بتتساءل هل يصبح التاكسي النهري وسيلة نقل للمواطن العادي أم يظل وسيلة ترفيهية؟ اللي هو رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري أكد أنه تم التعاقد بالفعل مع شركتين متخصصتين لتشغيل مشروع التاكسي النهري في القاهرة الكبرى لنقل المواطنين، وده بعد موافقة مجلس الوزراء. وقال ان الشركتين بدأوا بالفعل تجهيز كل ما يستدعي لبداية هذه الخدمة، وان الاجراءات هتنتهي سواء وجود عدد من المراسي بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وهيتم انشاء هذه المراسي الجديدة للتاكسي النهري خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص اللازم عشان يبدأ تشغيل اخيرا التاكسي النهري. وبيقول انه هيكون في جداول تشغيل يومية منتظمة، وان سعر التذكرة هيتراوح ما بين 15 جنيه ل 35 جنيه حسب المسافة وعدد المحطات اللي الراكب هيتحرك فيها عبر التاكسي النهري. التاكسي النهري يعني تجربة كنا من فترة بدأت ولكن بشكل تجريبي، نتمنى انها يتم تعميمها، وهي موجودة في دول حقيقة كثيرة جدا وناجحة للغاية، واحنا عندنا يعني اجمل انهار العالم نهر النيل، وبالتالي نتمنى انها تساعد بشكل او باخر سواء سياحيا او في حل مشكلة المواصلات.